جريمة قتل بشع في وسط الشارع في عز الظهر وبقول عليها كوميدي. ولا سمية فرحت بصالة، انت بتندم عليها ليه؟ ده واحد بيدبح مرات، الناس غير ده مش مرات. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة اللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام للغاية، إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فعلها لن تفيد، وإن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي فعلا كوميدي كوميدي، جريمة قتل بشعة في وسط الشارع في عز الظهر وبقول عليها كوميدي. الجريمة دي حصلت في محافظة الجيزة في منطقة اسمها العمرانية. بس قبل ما اشرح وقائعها، هو الواحد ممكن لما يطلق واحده، خلاص واحد طلق مراته طلقها، يعني ما فيش بينه وبينها اي علاقه، الطلاق ده يا جماعه يعني خلاص هي في حياتها وانت في حياتك. هل ينفع مراتي لما تمشي مع واحد ولا تركب معها العربيه ولا تحب واحد ولا حد وصل لطلاقها كلام ان هي لا مؤاخذه، هل يحق للزوج ان هو يتهم مراته او طلقته يقول لها بتخونيني؟ بتخونك كيف يا عم؟ ده انت طلقتها يا بابا. هي يوم بتعمل حاجه غلط هي مش بتخونك، تخونك لو انت كنت لسه جوزها. ايه اللي حصل؟ بنت او سيده اسمها سميه، عندها 35 سنة على قدر كبير من الجمال. سمية 35 سنة على قدر كبير من الجمال، شغالة في مصنع في العمرانية، متجوزة من شاب اسمه وجيه عنده 38 سنة. دبت الخلافات بينهم وبين بعضهم زي أي اتنين متجوزين، بتحصل بينهم مشاكل. في اللي بيقدر يحتويها، ممكن الزوج يقدر يحتوي الخلافات مع زوجته، وممكن الزوجة تكون عاقلة وتقدر تحتوي الخلافات مع جوزها وتعدي المركب عشان العشرة، عشان كلمة طلاق وحشة، عشان خاطر الأولاد، عشان خاطر العيشة واللي عايشينها. لكن أحيانا الزوج لما بتقفل معاه والزوجة لما تقفل معاها خلاص خلصت، مفيش، الأمور تأزمت وصلت لحد لا معقول، يبقى خلاص ربنا حلل الطلاق زي ما حلل الحلال الجواز حلل الطلاق. فوجيه طلق سمي، تنامى إلى سمعه بعد ما طلقها إن سمية على علاقة بمالك المصنع. طب وانت مالك؟ هو ده السؤال اللي أنا بسأله لكم بقى، هل هنا الزوج ليه حق يتتبع نشاط زوجته، يشوفها ماشيه مع مين ولا مش ماشيه مع مين؟ انت مش طلقتها، ده انت لو شفتها في الشارع بتعمل الرذيله انت مالكش دعوه بيها. في اكتر من كده حاجه، لان ما بقتش على ذمتك. الزوج كان بيتتبع اخبار سمي، ناس قالوا له على فكره يا وجيه سميه على علاقه بصاحب المصنع، بصاحب المصنع، وانه بيشوفوها ماشيه مع صاحب المصنع. طب ما شغاله عنده، طب اتاكد. وتتاكد ليه؟ انت مالك بيها؟ يعني هقول له تاكد انت اتاكد ليه؟ انت مالك؟ انت مش طلقتها؟ للاسف امبارح وجيه استنى سميه قدام المصنع في عز الظهر على العصر وهي خارجه، وكان معاه سكينه. انا ما اعرفش القتل في الشوارع بقى، اللي بيقتل زميلته بضرب النار في الجامعه، واللي بيقتل واحده كان بيحبها ورفضته في الشارع في مصر الجديده بالرصاص،
واللي بيذبح ايه هو في هو الشك. هي الناس ما بقتش بتخاف، الناس بقت خلاص عندهم لا مبالاه، يقولك احنا عايشين ومش عايشين، لا نموت احسن، نقتل ويبقى يعدمونا. وجيه استنى سمية وخرج مع زميلاتها ولا سمية، فراحت بصال انت بتندم عليها ليه، انت كنت جوزي وطلقتني، بتخونيني يا سمية، بتخونيني. بتخونك؟ بتخونك مين يا عم؟ انت مطلقها يا عم الشيء، بتطلقها يا عم. كانوا الناس واقفين وزميلاتها واقفين فوق ال 22 طعم، كان واخدها اجازه في الصدر وفي الرقبه وفي الظهر وفي في الرجلين وفي الايدين. ليه يا عم انت ليك عليها ايه؟ انت مش مطلقها؟ الاغرب من كده ان كل الناس اللي واقفين يقولك ده واحد ذبح مراته، الناس غير ده مش مراته، دي طلقته، بتقتلها. لا طب يا عم طلقتك، بتخني، بتخني مع صاحب المصنع. يا عم انت مش مطلقها؟ ايوه طلقتها. طب لما انت طلقتها بتخونك ازاي؟ ايوه بتخني. انت مش طلقتها؟ طلقتها يا عم، خليها اتجوزك تبقى بتخونك، خليها مشت مع واحد تبقى بتخونك. يا سبحانك يا رب. الشرطة جت، كان الناس اتحفظوا على الزوج بالسلاح اللي معاه. ايه اللي حصل؟ انا كنت متجوزها وطلقتها، وتنامى الى سمعي انها على علاقة بصاحب المصنع، ما قدرتش اتحمل الخيانة. طب يا عم انت مش طلقتها؟ فاستنتها قدام المصنع وما حسش بنفسي غير وانا بقول لها بتخونيني يا سمية، بتخونيني يا سمية، وانهارت لان كنت بحبها جدا. طب يا عم بتحبها طلقتها ليه؟ طلقتها ليه؟ كان في لحظة تهور، لحظة ندمت عليها، لحظة ولحظة ما قدرتش اتحمل كلام الناس ان هو ان في علاقة بينها وبين صاحب المصنع، فاستنتها برة وقلت لها بتخونيني يا سمية ونزلت فيها. حتى ما حسيتش بعدد الطعنات اللي انا بطعنها بيها غير لما تعبت والناس مسكوني. اعترافات تفصيلية، مثل الجريمة وسلم السلاح المستخدم. وفي النهاية يا جماعة احنا بنقول حاجة، احنا بنحب غلط. الحب مش كده، ده مش حب. ده اللي بيحب حد بيتمنى له السعادة حتى لو مع غيره. انا بحب واحدة وهي بتحب واحد تاني، المفروض افرح لها ان هي سعيدة مع واحد. هو ده الحب اللي احنا عرفناه، هو ده الحب اللي غنى فيه محمد عبد الوهاب عشق الجسد فان لكن عشق الروح ملوش اخر. اجمل حاجة في الحب ان انت تتمنى السعادة للانسان اللي انت بتحبها حتى لو كان على حساب تعاستك. مدام بتحبه وعاش سعيد افرح لها، لانك لو بتحبها تتمنى لها الخير. لكن حتة ان انت تتجوز واحد انت بتحبها وهي ما بتحبكش، هتعيش معاها ازاي؟ هتطيجي ازاي هي ما بتحبكش؟ هي ملهاش ذنب ان انت بتحبها، هي ملهاش ذنب، انت بتحبها على عين وراس، لكن هي ملهاش ذنب عشان تعاقبها وتتجوزها وهي ما بتحبكش. ان ما كانتش هي تحبك وانت تحبها مش هتبقى عيش. انت طلقت سمية خلاص، نيره محمد عادل او اشرف عادل، ده هي ما بتحبكش وانت بتحبها خلاص، مش بالعافيه. لكن تقول لها بتخونيني يا سميه، هي خنتك ازاي بس يا عم الشيخ؟ وتستناها بسكينه قدام المصنع وتقتلها في وسط الشارع؟ طب وقفها روح لها البيت يا اخي، قول لها انا طلقتك لكن لسه بحبك. ايه اللي بينك وبين صاحب المصنع؟ يمكن يكون دي اشاعات، يمكن اللي قال لك كده بيضحك عليك، يمكن اللي بيقول لك كده واحد غيران منها ان مش عاطيه له وشه فبيفتري عليها وبيتبلع عليه. لكن انا اقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد.